أزمة دبلوماسية تشعل فتيلها موسكو بشرارة اتهامات تطال دبلوماسيين اثنين من السفارة الأمريكية على أراضيها. الخارجية الروسية تصدر بيانا بطرد السكرتير الأول والثاني بتهمة التجسس لصالح عميل أمريكي سابق بوصفهما شخصين غير مرغوب بهما، مما أثار حفيظة واشنطن التي توعدت بالرد المناسب. يمكن أن يكون هناك يعني رد، ولكن ليس كما يقول مباشر، يعني يمكن أن يقول بالتنديد، يمكن أن يكون برسائل توبيخ، ولكن لا أعتقد أن سيتم طرد دبلوماسي الروس، لأنه طرد دبلوماسي الروس أيضا من هناك سيؤدي إلى طرف آخر، لأنه إذا الطرد من دون سبب روسيا ستعامل بالمثل، بينما الطرد بسبب هذا يختلف، يعني يمكن تبديل هذه العضوين. عسكريا الوضع ليس أقل حدة مع تقدم تحققه القوات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية تسيطر به على بلدتي أندرييفكا وكليشيفكا، إضافة إلى تنفيذها هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم، مما يشكل فارقا ملحوظا في الهجوم المضاد الأوكراني. الضرب في العمق إذا لم يكن إلى أهداف عسكرية يعني يكون مؤثر بشكل مباشر على الجبهة العسكرية، على خطوط الإمداد، ونذكر هنا محطات الوقود القريبة من الجبهة العسكرية، نذكر هنا معامل الدفاع التي تنتج الذخيرة، خطوط الإمداد، هذا يعتبر العمق. بينما ضرب على سبيل المثال منشآت عسكرية بعيدة أو منشآت بدنية بعيدة، هذا ليس ضرب العمق، هذا عبارة عن عمليات ما يسموها في العرف العسكري عملية الصرصرة، يعني لن تعطي أي شيء. يعني ضرب جزيرة قرم بمنشآت لتصليح البواخر الروسية صحيح أنها أصابتها، ولكن لن تغير أي شيء على خط الجبهة. الضرب العمق دائما يسمى إذا هناك حرب الضرب العمق على خطوط الإمداد. وزارة الدفاع الروسية تنفي الرواية الأوكرانية وتؤكد صدها لكافة الاستهدافات ضدها، لكن واشنطن تشيد بتقدم كييف وتزيد دعمها عبر حزمة مساعدات جديدة تعلن عنها الأسبوع المقبل، تتضمن صواريخ أتاكامس التي تصفها موسكو بالطريق نحو الهاوية. أزمة دبلوماسية جديدة تخيم على العلاقات الروسية الأمريكية وتشير إلى تراجعها إلى ما دون الصفر. أما هذا التراجع فيترجم في الميدان العسكري على شكل استهدافات متبادلة لا تنتهي ومساعدات غربية مستمرة. مرام حمصي، اليوم، موسكو.